عودة إلى الملعب، بداية الشوط الثاني. في الشوط الأول تقدم ريال مدريد بفارق هدف وحيد. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. لوك دي يونغ. نيمار بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. لوك دي يونغ. نيمار. هجمة منظمة قد تشكل خطورة. فرصة هدف أمام ليفا. تصدي هنا، لكن الكرة مستمرة في أرضية الملعب. مستحيل هذا الهدف. الله، على إصرار في التسجيل. حارس المرمى أيضا قام بتصدي رائع في المرة الأولى. نلقي نظرة أخرى على الهدف هنا ونشاهد فرصة أولى كانت تصدي لها في الموعد، لكنها ظلت خطيرة لتأتي المتابعة السريعة والكرة في الشباك. الربع ساعة الأخيرة في هذا اللقاء. ليفاندوفسكي. تصل إلى ليفاندوفسكي. الكرة متاحة للتسجيل في منطقة الجزاء. يفتك الكرة بامتياز. لوك دي يونغ. كرة تعود إلى ريال مدريد. ليفاندوفسكي أمام المرمى. هذا يحسم الأمور ويوسع الفارق في الدقائق الأخيرة ليؤكد على تفوقه. نشوف الهدف من جديد. انطلاقة رائعة بالكرة، مجهود فردي ممتاز وهدف مميز. المباراة حسمت بالفعل. لم يعد علينا أن ننتظر صفرة نهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر. الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. الآن صفرة نهاية المباراة ونتيجة سيئة للظروف بخسارة في مباراة.